كان سيدنا صلى الله عليه وسلم أيضا يعلمنا. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. ابن عباس يرشدنا إلى أن حسبنا الله ونعم الوكيل هي من ذكر الأنبياء، فإنها قد قالها إبراهيم فكانت عياذا له ولياذا من النار، حتى إن الله سبحانه وتعالى أمر النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا إبراهيم من أرفة. أرفة هذه دلوقتي مدينة في المدينة في تركيا، في شرق تركيا، في أرض الكلدانيين، ودي كانت أرض واحدة ولكن قبل التقسيمات السياسية. في مدينة أرفة لما تروح تجد إلى الآن المكان الذي ألقي منه إبراهيم، والمكان الذي ألقي إليه إبراهيم، والنار التي كانت مؤججة لإبراهيم، كل هذه الأشياء باقية إلى الآن، يعملوها كالآثار. ويسمو مدينة أرفة هذه مدينة الأنبياء. حاجة لا يصدقها عقل، أنه ألقي من شاهق من الجبل إلى النار، هذه مكان حتى النار الآن دي أو مكان المستودع ده مكانها الآن هو مسجد صغير هكذا، زاوية صغيرة. فإبراهيم عليه السلام قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا في النجاة. أهل الله بيقولوا إن هذه الأشياء تقروها بعدد لأنه من المجربات، إنك لو قريت حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة قوم ربنا يصرف عنك السوء ويقيك شر الظلمة ويفعل كذا وكذا 450 مرة كل يوم حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل لها معنى، وهذا المعنى هو معنى جليل، وهو أنه أني كفايتي ربي، حسبنا يعني كفايتي، في كلمتين قريبين من بعض، حسب يعني كفاية، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسب يعني طبقا ليه، يقول لك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، أيوة حسب بقى هنا دي ما هيش حسب، حسب يعني كفايتي الله سبحانه وتعالى. يعني ايه كفايتي الله؟ يعني لا انا محتاج للاكوان ولا للانسان ولا لجنس حيوان، انا مش محتاج لحد، انا كفايه عليا ربنا.